كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد من الشخصيات يعني المنظمة جدا، من الناس اللي أنا تربيت على أيديهم. هو حضرتك كابتن سيد هو منسق عام، هو مشرف، هو مدير كورة، ف 12 سنة أو 13 سنة مع كابتن سيد. شخصية محترمة، شخصية متزنة جدا، متعلم منه كتير في سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى الفني في الحياة الشخصية. من الناس اللي تقدر ترجع لهم برضو في حاجات كتير تستشيرهم فيها. وطبعا كان نجم كبير، كان فيجو الكرة المصرية، ف بتمنى له التوفيق ودايما متألق، ودايما النادي موجود مع النادي الأهلي، ودايما النادي الأهلي يبقى رقم واحد مع كابتن سيد وإدارته للكرة يعني. طب لو هنقول مسك ختام الفقرة دي، كابتن محمود الخطيب وجه له رسالة. كابتن الخطيب يعني نجم النجوم وأسطورة الكرة المصرية، ويعني الأب الروحي لينا كلاعيبة في النادي الأهلي في الفترة اللي احنا كنا متواجدين فيها. فعلا على المستوى الإنساني قمة الذوق والأدب والأخلاق والتواضع في وقت احنا مفتقدين فيه الحاجات دي دلوقتي. بنتمنى له التوفيق والصحة، وربنا يديله الصحة ويبارك في عمره، ودايما يفضل واجهة ومشرفة للنادي الأهلي والمصر. وبنقول له ربنا يخليك لينا كابتن ويديك الصحة، ويفضل النادي الأهلي في بطولات في وجود حضرتك.